بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين، ونحييكم بتحية الأسلام الخالدة فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته جميعا. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء في صباح هذا اليوم، يوم اللقايا والإقداع بميدان الساد عبر منافسات مركز الديوان الثاني. تابعته يوم لمس الحقائق، وفي هذا اليوم نتابع اللقايا والإيداع بميدان الساد جوهرة الميادين. ها هو الشوط الأول، استعدادات تتم من مدير اللجنة المنظمة لميدان الساد، وهكذا الانطلاقة تعلن على أرضية هذا الميدان. أول أشواط المحليات الأصايل لأبناء القبائل بميدان الساد على البركة نسير. كان وافيكم بالنتيجة للست المراكز الأولى، ونشوف المنافسة ما بين هذه الشعارات الحاضرة على أرضية هذا الميدان. ها هو شعار بن سويلم يتصدر القيادة على المقدمة منذ البداية على ظهر الذيبة. الذيبة عوض بن محمد بن سويلم العامري. أما في المركز الثاني تتواجد مشاهدين الكرام من الجانب الآخر شعلة حربي بن محمد بن زرب العامري. وفي المركز الثالث يظهر شعار ممثل الساد الدايم مبكرا، وينطلق إلى ثالث المراكز على ظهر سلهودة مسلم بن حمد بن متعب العامري في المركز الثالث. وفي المركز الرابع هناك القدوم من الجانب الآخر، لكن بنوافيكم بالنتيجة حين تضح الأمور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا من اللي واصله، شوفوا من اللي منطلقه. هذه محبة لمظفر بن محمد بن خموشه العامري. وصل شعار رعي صوغه، وصل شعار العملاق العناوي على المركز الثالث. وبيوم الامس قام احتفالية كبيرة بعودة محمد بن مظفر العامري رعي صوغه بالسلامة على ارض الوطن، ونتمنى له الصحة والعافية، ونتمنى الصحة للجميع. ها هو اليوم شعار رعي صوغه حاضر بميدان الساد على ظهر محبة، موقع على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام، في المركز الخامس يصل شعار النعيمي حمد بن ناصر النعيمي. مشغلة وصلت وخذت المركز الخامس. وصل شعار مبارك بن محمد بن نصر العامري رجل المفاجآت على المركز السادس، ويتواجد بصبا مبارك بن محمد بن نصر العامري. هكذا الندى للست المراكز الأولى، عديناها كاملة مكملة الوفاء والتمام. نعود إلى الذيبة. الذيبة 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 عوض بن محمد بن سويلم العامري متصدرا بالقيادة. بيوم الأمس حضر الحضور المشرف، واليوم يحضر الحضور المشرف، ودائما وأبدا بن سويلم حضوره مشرف. وها هو يسيطر إلى مقدمة الشوط، شعاره على ظهر الذيبة. الذيبة خليك ذيبة، سيطري إلى المقدمة حتى النهاية، وها هي مسيطرة. العوض بن محمد بن سويلم العامري أحد الشباب الحاضرين، أحد الشباب الناشئين في المركز الثاني. وصلت هني محبة مظفر بن محمد بن خموشة العامري. يا سلام العملاق العناوي، تاريخ ومسيرة ذهبية طويلة على المركز الثاني. بدأت تتسلل إلى مقدمة الشوط، لكن ممثل الساد يحترس على هذا الميدان، ويأتي بالعلوم المميزة أينما يكون. مسلم بن حمد بن متعب العامري. الله 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 الله، يا سلهودة استلمت القيادة سلهودة بن نصر على المركز الثاني. بن بدر وصل على المركز الثالث. أهالي الساد ما يخلون الشوط الأول يروحين أي بقعة أي ميدان، ما يروح من هذا الميدان منذ فترة. أهالي الساد يحتفظون بالشوط الأول، الشعار أينما كان كبير وصغير. ها هو مسلم بن متعب العامري يسيطر السيطرة التامة عند لوحة 1500. بن بدر حاضر
بدر، يا سلام، محمد بن عبد الله بن بدر العامري، وتهاني تهاني 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 بن نصرة في المركز الثالث، مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وراعي صوغه حاضر، راعي صوغه حاضر بمحبه، مظفر بن محمد العامري، وفي المركز الرابع يا سلام وصلت مشغله محمد بن سالم بن عنود العامري، أو وصل بالعضيلي، وصل سهيل بن سالم بالعضيلي العامري، حمد بن محسن العامري على المركز السادس. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المقدمة، سلهوده لا زالت، سلهوده لا زالت، يا سلام، مسلم بن حمد بن متعب العامري على المقدمة، على الصدارة، الكل والمتر الأخير، يا سلام، شاهينية، سهيل بن سالم بالعضيلي، استلمت القيادة، استلمت القيادة، والعصر قوس في الأبطان، العصا قوس في الأبطان، سهيل بن سالم بن عضيلي العامري على الصدارة، سلهودة في المركز الثاني، لمسلم بن حمد بن متعب العامري، وفي المركز الثالث، المركز الثالث تتواجد العزرة، العزرة 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 العزرة، الملكية تعود لحمد بن محسن بن محمد العامري. بدت المعركة تشتد وبالعضيلي لازال، بالعضيلي لازال، الشاهينية صامدة ومسيطرة، لسهيل بن سالم بالعضيلي العامري، سلهودة في المركز الثاني، لمسلم بن حمد بن متعب العامري، 500 متر الأخيرة، 500 متر عن خط النهاية، بالعضيلي يغادر بأول الأشواط، يغادر بأول الأشواط، يسيطر بالشاهينية، وهذه المحلية الأصيلة، السيطرة التامة، سلهودة تحركت في المركز الثاني، لمسلم بن حمد بن متعب العامري، الثالثة البن محسن، حمد بن محسن العامري، لكن الأمور سارت مع بالعضيلي بكل ريحية، وهذه الشاهينية تنتزع المركز الأول لسهيل بن سالم بن حمد بالعضيلي العامري، تهانينا له والناموس على فوز الشاهينية بالمركز الأول بأول أشواط المحليات الأصائل، وتغترب من خط النهاية، وخط النهاية يرحب كل الترحيب بهذا القدوم بأول أشواط اللقايا المحليات الأصائل، تهانينا لسهيل بن سالم بالعضيلي المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، الثانية نصيبة معنس بن حربي العامري، الثالث المسلم بن حمد بن متعب، الرابعة حتى السادسة مع اللجنة المنظمة لهذا الميدان. التوقيت بنشوف، التوقيت 6:26. الشاهينية أهدت الفوز والناموس لسهيل بن سالم بالعضيلي العامري، تهانينا له الناموس على هذا الفوز.